بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معكم محمد جابر، أهلا ومرحبا بيكم من قناة سعيدين اسكندرية. إن شاء الله يا جماعة في جولة جديدة في أرض المهاجر ومع إخوة جداد معانا، ويعني مش كلهم جداد وفي بعض منهم جايين معانا نتعرفوا بيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا باشمهندس خالد؟ طبعا جيت معانا قبل كده. أهلا وسهلا بيك. كلاكيت تاني مرة. أهلا وسهلا أستاذ خالد، شرفتنا وشرفت القناة وشرفت المكان. الله يكرمك، ربنا يخليك. الله يعزك يا أستاذ خالد. طيب الباشمهندس السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبنا الغالي، عرف نفسك تاني. سامح. اهلا وسهلا بيك يا استاذ سامح، تاني مره ان شاء الله والبقيه تاتي باذن الله. ربنا يبارك فيك يا سامح وشرفتنا حبيبي. الله يعزك. تسلم لي يا باشا، الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. تعرفوا معلش احنا جينا لكم بسرعه سرعه كده. السلام عليكم. ازيك يا باشمهندس؟ الله يخليك يا باشمهندس، الله يخليك. عرفنا تاني برضه بحضرتك استاذ مصطفى برضه. حضرتك مصطفى. اهلا وسهلا بيك تاني مره، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا المستعان يا رب تكون مبسوط معانا، بس دي اهم حاجه يا باشمهندس. الله يخليك يا استاذ حبيبي يا دكتور حبيبي استاذ. عرفنا تاني برضه يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور احمد، اهلا بيك يا حبيبي، شرفتنا وشرفت المكان. تاني مره تيجي معانا برضه مع اخوك الاستاذ. بارك الله فيك حبيبي. عرف برضه بالاخ اللي هناك. السلام عليكم. حبيبي حاج محمد، عرف نفسك كده اصلا. ابو مالك معاك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بيك. منين بقى ان شاء الله؟ من نسبه حجاز ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك، شرفتنا. اهلا وسهلا بيك. تسلم يا شيخنا، اول مره تيجي معانا. احنا شرف لينا يا شيخ. الله يعزك حبيبي، تسلم لي محترم وتطلع مع ناس محترمه. جزاك الله خير. ربنا يعزك، ربنا يعزك يا باشمهندس، شرفتنا. صباح الفل عليك. انتظرونا يا جماعه ان شاء الله لما يبقى في حاجه كده مع بعضينا. بسم الله ما شاء الله، يا مسهل يا مسهل. بسم الله ما شاء الله، الله ينور الله ينور حبيبي يا باشا. بس بطرك وبطرك حمادي، اللهم صل على النبي ما شاء الله. لا وفي اكبر من كده كمان يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. ده الصبح كانت حكامه جميله. الحمد لله الحمد لله يا عم، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يوسع عليك يا رب. تسلم محمد، ربنا يوسع عليك يا رب. اهم حاجه تبقى مبسوط معانا محمد. لا لا انت ناس محترمه يا شيخ، الله يخليك. الله يخليك، انت انسان محترم. تسلم يا حمادي، الله يخليك. ايه يا استاذ استاذ مصطفى؟ ايه طالع؟ السلام عليكم حمادة. ايه الاخبار حمادة؟ الحمد لله تمام. بسم الله ما شاء الله. طب انت مش واخد بالك هنا صلاة النبي؟ حبيبي حبيبي، الله اكبر، الله ينور عليك يا باشمهندس مصطفى. الاستاذ مصطفى يا جماعة على فكرة محاسب، انا بس انا لساني واخد على الباشمهندس. حبيبي يا استاذ مصطفى. يا دكتور احمد تقول ايه؟ طب انت هنا يعني شايف ان كده العيار ده كده كويس، بس هي داخلة على البوس، خلي بالك. انا من رأيي يعني عشان جوه غرق شويه ترفع هكون افضل يعني. المهم اتبسطت، جبت سمك حلو والله. طب الحمد لله ربنا يخليك، بس انا شايفك تعبان النهارده شويه ولا تعبان؟ لا تعبت بس الشمس. بس الحمد لله في شويه ريح اهو جم برضه ظبط الكلام. طيب ماشي، الله ينور. شوفوا بقى السلام عليكم استاذ مصطفى. حبيبي حبيبي، اخبارك ايه؟ ايه الكلام؟ الحمد لله الحمد لله. ايه الدنيا معاك يا ترى؟ اخبار السمك ايه معانا؟ والله طيب الحمد لله، اترضيت يعني؟ ما شاء الله. طيب ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. الاحجام حلوه برضو؟ احجام مصلحه؟ لا جميله. طيب الحمد لله. سمك نص كيلو والله، نص كيلو. اللهم صل على النبي. لا ما شاء الله، ماشي مع بعضينا احنا اخر النهار كده. نشوف راميه كده معاك كده، نشوف الدنيا ايه. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، الله ينور الله ينور. بسم الله ما شاء الله، يا عيني يا عيني يا عيني يا باشا. الله ينور يا حمادة. يلا بينا. الله ينور الله ينور. ما شاء الله الله ينور.
الله ينور يا حاج محمد. يلا بقى ورينا بقى اهو، العب وريهم يا باشا. ايوه كده، ايوه كده. ايه الاخبار؟ ايه الدنيا معاك؟ انت اول رميه في الحوض ده؟ ايه؟ اول رميه دلوقتي ولا كنت بترمي هنا في الاول؟ لا لا اول رميه. طيب عشان هتاخد وقت معاك بس لغايه ما تجمع السمكه وبعد كده ايه؟ تحضر وبعد كده ربنا يسهل. عملت ايه في المشاهد؟ 100 100 والله الحمد لله. طب الحمد لله والله. تمام. ماشي، احنا عايزين بقى نوري بقى الاخوه بقى ان شاء الله كده ايه، وانتم بتطفعوا سمكه كده من الميه نشوف الدنيا ايه. يا مسهل حال يا رب. اللهم صل على النبي. الله ينور. بسم الله ما شاء الله. الله ينور. اوعى تتزحلق بقى. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. اصفر اسود احمر. باكيج. واحد بيقول لي ده في كوافير تحت. ما شاء الله. الله ينور. ما شاء الله يا حاج محمد، يا صلاة النبي يا باشا، ايه الحلاوة دي؟ الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يا راجل انت جايب ما شاء الله احجام حلوة اهي. لا بالنسبة لنا انا محترف عشان لا الله أكبر. الله أكبر يا محمد ما شاء الله. لا ما شاء الله. حبيبي يا بشيله بحوالي 5 كيلو دول صح؟ اه. ده صلاة النبي ما شاء الله، صلاة النبي. الله أكبر. ايه حتة ايه؟ أقول لك أنا أهو. اللهم صل على النبي حمادي. أقل حاجة عندي شيء. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، صلاة النبي. خلي بالك اقعد اقعد. خد بس الأوامر بتاعتك دي. بسم الله ما شاء الله. لا والله حاجة جميلة. إيه يا دكتور وأنت؟ إيه الأخبار؟ بسم الله ما شاء الله. حلوين اهو ما شاء الله، صلاة النبي ما شاء الله. لا وحجامة حلوة ايه. خلاص بسم الله ما شاء الله. يا عم الله اكبر ما شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يا عم جملة الاسبوع عمري ما من النص ومن الربع. اول مرة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يرضيك يا رب يا استاذ محمد. يا رب سلام لحبيبي، ربنا يكرمك ويرضيك يا رب ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله ينور يا موحى. بسم الله ما شاء الله. الله ينور الرجاله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله يا اخي. الله يبارك لك يا رب. لا والله حاجة. الله يخليك. بسم الله ما شاء الله، صلاة النبي ما شاء الله. الله ينور استاذ مصطفى، بصراحة 10 على 10. لا ما شاء الله. الحتة اللي قلت اهي. بسم الله ما شاء الله. هو ده ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. حلوه جميله ما شاء الله. الله ينور. بسم الله ما شاء الله. يخشوا في قد ايه دول كده؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طيب ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. ربنا يبارك لك ما شاء الله. صلاة النبي حاجه 10 على 10. وانت منورنا والله يا استاذ صفا. الله يخليك. الله يعزك. بارك الله حضرتك. ربنا يخليك. الله يكرمك. يا دكتور احمد، على فكرة الدكتور أحمد دكتور صيدلة يا جماعة، وراجل محترم جدا معانا، وتاني مرة يجي لنا برضه. أهلا وسهلا بيك، شرفتنا. بسم الله ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله. إيه يا عم خالد؟ الله ينور عليك. الله ينور عليك. إزاي؟ لا والله يا نهار أبيض، معقولة؟ تعالى يا عم، لا سنتي بيضة أنا. لا إزاي بس؟ تعالى يا عم خالد. انت بصيت على الفيديو كويس؟ شفت الفيديو كويس المره اللي فاتت؟ ازاي ما طلعتش فيه؟ لا يعني ما طلعتش. طب تعالى كده ورينا بقى. بسم الله ما شاء الله. الباشمهندس خالد يا جماعه برضو في شركه الكهرباء ما شاء الله. فرع سبا باشا. فرع سبا باشا. تحب تحيي حد ولا تحب تقول لحد البرقيه ولا اي حاجه يا عم خالد؟ انا احب احييك انت. الله يخليك. وعلى اخلاقك. الله يعزك. جزاك الله خير. وعلى كرمك علينا ده. الله يخليك يا عم. الرحله الجميله ربنا سبحانه وتعالى اللي ما تتعوضش بصراحه. الله يعزك يا رب. كفايه الجو اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يخليك وتبقى مبسوط معانا دايما كده. بس انت ما شاء الله ورينا بقى، ورينا السمك.
بني بس الله ما شاء الله. اوه ما شاء الله. لا لا صلاة النبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. لا حبه ما شاء الله تبارك الله. صلاة النبي. الله اكبر. احنا كبيرة ايه. أول مرة. لا احنا ولا طول هي الحمد لله دي تاني مرة ما شاء الله. رحلة حلوة جدا جدا ممتعة يعني. ربنا يخليك. شرف لينا والله. الحمد لله ربنا بيكرمنا بإخوة يعني محترمين جدا. وده أهم حاجة يعني. أهم من السيد نفسه إن ربنا بفضله علينا بيكرمنا بإخوة محترمين وناس طيبين. ودي أهم حاجة في الموضوع. الحمد لله ربنا بالذات رب شرف بيكم والله. شرفتونا. جزاكم الله خير. ماشي. وان شاء الله يا جماعه بقى انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد والى اللقاء ان شاء الله. حابب عايز يقول حاجه يا جماعه؟ حابب عايز يقول حاجه لسادين اسكندريه؟ طيب مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.